اختبار ميدان وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. بداك الناس تذكر المجريات وحدات سنة 2011 من ميدان شهداء الزاوية، معنا أحد الثوار الأستاذ عبد الحق جربو. أهلا وسهلا بك. مرحبا وسهلا بكم. بداية حدثنا لبدايات الثورة في مدينة الزاوية في ميدان الشهداء، كيف كان تجمع دخول الثوار ويعني مدينة الزاوية تكون محررة في أقل من ساعات من دخول الثوار لها؟ بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، بارك الله فيك على هذا السؤال. أنتم ترجعوا بينا يعني 9 سنوات الخلف التالي لأيام أو لحظات وأيام شيقة جدا جدا، بما فيها من صعوبة وما فيها من أحداث صعاب. طبعا لولا الشهداء وشبابنا وثوارنا بارك الله فيهم ما كانش وصلنا لما وصلنا إليه اليوم الآن من حرية ومن هذه الاحتفالات ومن هذه الانتصارات في السنة 9. بارك الله في شبابنا، في عائلات، في نسائنا اللي ضحوا بأبنائهم من أجل هذا الوطن. في حالته في أحد الاحتفالات في مدينة الزاوية هنا لقيت أحد الثوار معها حفيدة، فسألت سؤال يعني وسؤال، فقلت هل صحيح أن يعني ولدي يقول ما عز من الولد إلا ولد الولد؟ فجابني جاب قال لي أعز منهم الوطن، إحنا من أجل الوطن قدمت ولدي وقدمت أخوي وقدمت ولد أخوي وولد أختي، قال هذا من أجل الوطن، يعني الأحفاد الوطن أغلى من الأحفاد. فبالك بالشباب اللي يعني اللي انضموا لهذه الثورة في ذلك البداية متاعها، فكانت لها إرهاصات في البداية. الثورة يعني من الظلم الموجود، الاستبداد، المحسوبية، يعني الفساد الإداري الموجود، فاللي بتعتبر من أفسد دول العالم في الإدارة بصدق، يعني حسب تقرير الأمم المتحدة ما جبناش احنا من عندنا يعني. فالجماعة اجتمعوا هنا في الزاوية، فمعروف على مدينة الزاوية كقلب المحرار، وإن يعني الزاوية مشهود لها بسنوات طويلة. مشوا على رجلهم ماشي لقاعة الملاحة في أطراف هي معتيقة الآن، والثورة 24 يناير في الزاوية، يعني ليس الأمر بجديد على أهل الزاوية أو على شباب الزاوية على يعني هذا الموضوع. فاجتمعوا في طريق الساحلي، كان اجتماع في طريق الساحلي، أيضا في كل مكان في مدينة الزاوية في تجمعات الشباب، احتقان غريب جدا جدا، كل المناطق محتقنة، كل الشباب محتقنين. زاد ثاني الصورة شفها في الإذاعة، يا ابن غازي مكروح اللي يقول قبعات صفر، جوب يقتلونا، المرأة اللي تبكي تعيط تقول جوب يقتلونا كذا، فصار احتقان أكثر حتى كنصرة لأهل بنغازي. فصار تجمعات في كل مدينة الزاوية، خرج البحث الجنائي، خرجوا الجزء الأمنية، أمانة المؤتمر، اللجان التورية، كلهم صارت فيهم اضطرابات غريبة جدا، ما عادش يعرفوا كيف وين يسيطروا. فصار تجمع في على الطريق الساحلي، صار تجمع هناك على الطريق الساحلي، وجوا على رجلهم الجماعة، جوا خشين من هذه الطريق، جينا مع هذه الطريق، لفينا على الجردينة هنا، قاعد يلفوا على الجردينة، مشينا مع الطريق هذا طول هنا، كانت اسمها أمانة المؤتمر هنا، هذه في البنية هنا فيها اسمها أمانة المؤتمر، في تحتها اللوطة كانت المكتبة نتاع الفكر الأخضر وشيء من كلام هدايا، في أجهزة كمبيوتر في كذا. الجماعة الموضوع كان سلمي، ما عندناش حتى عصية، هذاك اليوم ما عندناش عصية، كان جنبنا الفندق جوهرة الزاوية، لم يتطرق له أي شخص، ما قربوش بوكل عند المصرف التجاري، كان فيه فلوس وكان فيه يعني، جينا الموظفين، جو الموظفين قالوا سكروا روحوا، فسكروا روحوا الموظفين اللي كانوا في الفندق يعني في المصرف، آسف جدا في المصرف، والفلوس موجودات في الخزينة، فيش من قربهم، فيش لم تسجل سرق عليهم ولا 10 دينار. أيضا مصرف الجمهورية، هذا مصرف الجمهورية حتى هو كانت فيه كان موظفين يشتغلوا وكانت أموره تمام 100%، وكان مرتب الفلوس موجودة. أيضا طلعوا خلوا كل شيء في مكانه وتوقع الله، طلعوا طوال فترة وجود هنا في هذا المكان لم يسجل أي سرقة أي قرش منهم. هم بشهادة أهل المصرف نفسه قالوا مجرد ما دخلوا كتايب القداف إلى هنا قال ما خلوناش قرش، مسحها مسح الدنيا كلها، مسحها مسح، سواء كانت في المصرف التجاري أو كانت في مصرف الجمهورية مسحها. البضاعة اللي كانت موجودة في أمانة المؤتمر سابقة مسمى أمانة المؤتمر، كانت فيها أجهزة كمبيوتر، كانت فيها مكان تصوير برنامج، وكلها دخلناها إلى المسجد في اسمها في المسجد. المكان الأخير في المسجد كان كلها بضاعة اللي أخذها من أمانة المؤتمر وغيرها غطاها. فشنتوا يقول ضعاف النفوس، قال والله خنبوا الفلوس هون رمينهم في المصرف، رمينهم في الجامع الميدان من التالي مغطين عليهم فلوس بالهبل موجود عندهم. يا جماعة احنا ونوقفوا نقول والله يا جماعة بنتبرعوا الآن نبوا نجيبوا مية، يا جماعة تراه نبوا نتبرعوا الآن نبوا نجيبوا عصير، تراه نتبرعوا كذا. فيعني شني يعني تناقض في الشيء.
والله سكارة فصل الجامع شن علاقة ان السكران قايم دورة ضد القذافي وجماعته؟ احنا مش قايمين دورة ضد ربي استغفر الله، هذا قايمين دورة ضد القذافي، شن علاقة الجامع نذكر فيه اذا كان هو احنا هدفنا القذافي؟ فطبعا طلعوا الجماعة مشوا طول قدامنا سجل مدني، قالوا هذه قرمة الزاوية ما يقربها حد. ايضا مشينا طول ماشي لي وين؟ ماشي لي حوش المعتوه المقبور هذا، الله لا ترحمه ولا ترحم اللي يبيه. مشينا مع الطريق طول الى مدخل الزاوية الشرقي نسموه، فصار علينا رماية بالغاز مسيل الدموع في جهة ريحانة، احنا نقول جزيرة ريحانة. احنا مجموعة قدامية مشينا قدام ما وصلش فينا الغاز هدايا، اللي بعدنا المجموعة اللي جايين في الأخير ضمن الموكب هم اللي صار لهم اختناق وصار لهم الواحد دخان في عيونهم وما عادش قدروا يواصلوا معنا. فوصلنا لحوش القائد القذافي. استاذ عبد الخالق، نعم. حوش القذافي يعني فيه انباء يعني توارد ان وانتم في طريقكم تقريبا تم القبض على الخويلدي او تقريبا هذا كاين الفتره. احنا في المسير، احنا ماشيين المسير، هو الخويلدي كان جاي، كان جاي الخويلدي، فقالوا له راهي الزاويه مسكره، ارتبك ما عادش عرفوا نمشي، مش مداير باهيه، كان داير باهيه راهو جاي قابل، فخش لي مستشفى الزاويه، هرب خش بالمستشفى، فتم تبليغ بعض الجماعه قال لهم راهو الخويلدي فصل المستشفى، فمشوا له بعض الاشخاص، مشوا له الكل، كان مشى الجمهور كله راه ممكن دار فيه ما يبي، لكن مشوا له بعض الاشخاص، وفيه من حشاكم احترامي فيه من سخطه السبه ومخلى ما قال له انت شنو اللي درتوهولنا وشنو اللي درتوه للشعب، احنا حسابنا بالمليارات وعايشين عيشه الفقراء، ما عندناش حتى حاجه في ليبيا، شي النهضه درتها. فقعد يتغوت ان جماعه قالوا تو هذا شنو تو بنديروا له حاجه قبل تولي على اهل الزاويه بالكامل. فتم تهريبه، طلعوه، قال احنا هذا لا يفيد لا ينفع لا يقتل، اصلا هو تبع لغيره ما عندهش لا يملك من امره شيء. فتم تهريبه طبعا ومشى روح، لكن الجماعه كملوا المشوار نتاعهم لحوش المقبور، تم حرق حوش المقبور، وبعدها اخذنا الطريق الساحلي، خشينا مع الطريق الساحلي، جينا الاشاره الضوئيه نسمها القرضبيه، من القرضبيه رجعنا لوين في سجل المدني، ورجعنا هنا للميدان، صلينا العصر في الميدان، فقلنا احنا مكاننا هنا حيكون فصل الميدان، ومش راح نطلع برا من الميدان، احنا مش عندناش سلاح وما بيش نديروا سلاح، احنا سلميه، احنا معاش نبوا الحكومه، معاش نبوا الوحده، احنا مطلبنا الحريه كيف ما علقت اللوحه من قبل احد ابناء الزاويه اللي قعدت فتره قعدت شعار لكل يعني مطلبنا الحريه، ان مطلبنا حاجه بسيطه جدا جدا اللي هو برنامج الحريه. يعني شوف المشكله كبيره ان الشعب خلاص فد منك ما عادش يبيك، مش قلت السلطه للشعب، احنا الشعب احنا ما عادش نبوك، اذا وين سلطتنا؟ مش انت تكذب على روحك وتكذب علينا تقول الله يسلط الشعب، كذبت على روحك انت، احنا الان نقول لك ما عادش نبوك. فطبعا قعدنا بيتين هنا باتوا في المسجد، موجودين في المسجد رباط هنا في المسجد، صلوا مع بعضنا الجماعه الظهر عصر العشاء كذا كلها قعدنا نصلوا هنا. فيوم 24 الصبح انا كنت بايت هنا في وسط المسجد مع الجماعه، فطلعت نجيب خبزه، اللي قلت خلينا نجيب خبزه للشباب هنا، فرجعت لقيت الجماعه في نص اللي راقد وفي اللي مستاقط تعب من السهر، مدارين ذكاي بالبراد الشاهي السخان الشاهي مدارين على النار، وجماعه يفطروا. فمع تقريبا تاع 9 الى ربع بالضبط بدات تخش علينا، سمعنا رصاص، الجماعه كلها نضت اللي في المسجد واللي برا المسجد وكذا كلها جت شم فيه، فسمعنا في الجهه هذه الجنوبيه من الجهه هذه ومن الجهه الثانيه حتى هي، فاذا بالسيارات عسكريه خاشه ورصاص ورمايه فوق ورمايه واحد، الجماعه طلعوا كلهم قاعد يكبروا، صار التكبير بعد ممكن نفر من ثلاثه عندهم قارين الوحيدين ما بوش يضربوهم، قال تضربوش بالقارين، احنا سلميه احنا ما عندنا شيء، لا جو فاوضوا معنا ولا جابوا الميه خرطيم للميه ولا جابوا بتاع الشغب، احنا الشغب شو بيجيهمنا؟ احنا لسه ما كسرنا شيء ما فسدنا شيء، كلها رزقنا رزق ليبيا. فصارت الرمايه، جماعه قعدوا واقفين لهم، في بعض منهم مزق سوريه نتاعه يقول لهم اضربوني يا جبناء كانكم تريس، اضربوني قدامكم، يعني من الشجاعه نتاعهم في رجال جلست على ركابه وقعد قال لي مش راح نهرب، انا في النهايه ما رفعتش سلاح ومن حقي نقول كلمتي، حتى 42 عاما نتفق نصفق لك، الان مره الوحيده نبغى نقول لك لا تقف ضدي. المهم صارت هم صارت عليهم رمايه في المكان قدام المسجد، صارت رمايه استشهدوا تقريبا 9 اشخاص، من ضمنهم واحد مصور قال صديق العروسي كان يصور في اللقطات، ما راس مال يعني سلاحه كاميرا صور، شفت فيه طلقه حتى هو مات، مات على رحمه الله عليه مع عبسام قشوم سالم البشع، يعني عصام طورات مجموعه كبيره، يعني اسف جدا ما كنا الان خلال الحديث يعني ممكن مش راح نجمعهم كلهم في يعني في الاسماء، لكن نسال الله تعالى ان يكونوا في الشهداء لله تعالى.
طبعا حفر درنا مقبره هنا في وسط الجردينه نفسها. قلنا هضرايا ليش المقبره في الجردينه؟ باش يعطونا دافع وحماس ان ما يصيرش فيه فتور. اولادنا اللي كانوا معانا امس مقعمزين، طبعا الايام اللي قبل كانت فيه مطر تصب، درنا قطون قدام واحدة خيمه مقعمزين في الخيمه المطر تصب. في شخص عبد السلام قشوط واقف، قول عبد السلام تعال قام مطر، قال انا برك ربي يرزقني بالشهاده، خلوني واقف. لا خلونا نقعد واقف، وهذاك الوقت لا في رصاص جينا حتى حاجه له. اول يوم قال انا بنقعد واقف بس حتى كان صار في حاجه على الاقل نكون شهيد. والله سبحان الله يعني يتكلم زي توه هذا عبد السلام، ما باش يخش حتى تحت القطون. ونحن مقعمزين في جماعه التمنين يقول انا مش جميل. مش جميل، يقول انا مش جميل، سمعت بزاي تحرك جي جي جيت نجري. في اللي قال انا من صرمان، في اللي قال انا من صبراته، في اللي قال انا من ورشفانه. والله من كل مناطق ليبيا جونا وقالوا لنا احنا موجودين، احنا حنجوا هنا وقعمزوا معانا ويباتوا معانا موجودين هنا في الميدان ما بوش يروحوا. المهم قاعدين مقعمزين الى ما صارت فيه الرمايه على الشباب، صارت علينا رمايه وصارت فيه الوحم، هنا صارت فيه الوفيات. طبعا هنا هم زاد تقول شنو هذا كاي الفتره، يعني تقول عدد مش هذا كاي الكبير هلبه، للامانه مش عدد مش كبير هلبه، طلعوا زاد نقول ممكن ربع اهل الزاويه طلعوا. منين صارت الرمايه ممكن ثلاثة ارباع جت، الا الندر اليسير ما جتش. هذا كتاو صار فيه الدم، تحركت الزاويه بالكامل وتحركت الزاويه كلها جت، ما عادش لقينا حتى وين يوقفوا ما شاء الله من الزحمه. فهنا اضطروا الجماعه ان هم يمشوا لمعسكر الجنوبي بتاع الزاويه، الكتيبه الامنيه الموجوده وين في جهه السلعه التمويليه غادي، واستولوا على بعض الاسلحه. وايضا من الغشمه نتاعهم زي تقول او عدم دريتهم في السلاح، احنا ماناش عدوانيين، جابوا الجسم تاع ال 14.5 ونسوا السبطانات نتاعت الرمايه، خلوهم جابوهم قال لهم اي وين السبطان؟ قالوا نعرفها احنا لقينا هذه قدامنا جبناها كرناها وجينا. فجو رموهم هنا قعدوا جماعه يدربوا عليهم، اللي عنده فكره يوري فيلم، عنده شي فكره اي ترمي هكا ترمي هكا، لان خشت علينا بالعتاد نتاعها. رحمه الله عليه الشهيد حسين دربوك، طبعا كان ضابط في السلاح الجوي. فوقف قال لي جماعه شنو انتم الدنيا حايسه؟ شكون يقود في الموقف؟ شكون كذا؟ قال والله ما عندنا واحد يقود في الموقف، احنا جايين هيك على البركه وخلاص، يعني احنا طالعين بنوصلوا صوتنا. فقال له باهي امسك انت القياده قود البرامج. فقال باهي شو المشكله؟ المهم مسك حسين قال بشرط راه مش هنا في الجامع، احنا راه جمعت لهم من الداخلي نشرهم القدافي الله لا ترحمه موجودين هلبه المقبور، فنبوا نحولوا مكاننا من هنا، نبوا نحولوا هنا اجتماعاتنا يكون في مكان ثاني. فهذا اللي كان في جول الفندق جوهرة الزاوية، اجتمعوا فيه قال فيه، بعدين جول الفندق الزاوية تحولوا اللي وين مصنع ملابس، كل مرة يتحولوا في تركينا باش شني ما ينخترقوش من بعض الأشخاص اللي ما يعرفوهمش، ولازم يكون شخص يعرفوه مزبوط. فحتى أنا استشهد هو في يوم الجمعة رحمة الله عليه، مش الجمعة الأولى الجمعة الثانية، الجمعة الأولى طبعا خطبنا الشيخ جمعة الفجر بارك الله فيه، إنه هو الغريب في الأمر الشيخ جمعة الفجر ما كان مجهز نفسه للخطابة، فجاه خطب خطبة كاملة على القدافي وعلى ظلم القدافي وغيره. الخطبة الثانية رحمة الله عليه الدكتور أحمد الديب خطب بينا، فهذه كانت الخطبة اللي توفى فيها رحمة الله عليه، استشهد فيها الشهيد حسين دربوك العقيد حسين دربوك. وهذه ممكن مجمل أو ملخص بسيط جدا من فترة 9 سنوات إلى الآن بارك الله فيكم في قناتكم. فكرتونا بتلك الأيام يعني اللي كنا فيها، اللي لقينا بعد صارت حاولوا يديروا اقتحام هنا للميدان، والله قوة الرماية والصدى الصوت الموجود للأسلحة اللي صارت الرماية فيها، يعني ممكن نقول هذه تحرر القدس، فهمت؟ نقول هذه مشت جماعة الزاوية انتهت بالكامل. احنا نكبروا هنا في وسط الميدان ونجوا، والله ما نلقوا حتى يعني ممكن مصاب شخص أو اثنين. أنا ممكن دخلت بالسيارة تاعي كانت الدنيا كلها مسكرة، فاللي كونوا يعرفوني الجماعة دخلت نحاول ندخل بالسيارة تاعي، سيارة 9 ما عادش قدروا يوصلوا. فدخلت بالسيارة كيف ركبت جرحى ورفعتني من ساحة الشروق بارك الله فيهم، كانوا دكاترة موجودين يسعفوا في الجرحى. فخشينا هنا لقينا الجرحى بتاعنا بسيط، هم سياراتهم سيارات حاملة جنود، حاملة جنود وسيارات مسلحة ومزنزرات وغيرها، والله طايحين بشكل غير عادي وكأنهم بيادق، يعني منتهيين معنويا. بعض الجت من الكتائب من المرميات من لوحات في يعني جنب الجردينة، ممكن 3 أو 4 جت موجودة. يعني هل هو رعب التكبير؟ هل هو رعب يعني قوة إن حماس التوار؟ فطبعا من هجموا على الميدان بعدين في الأيام الأخيرة وخذوا الميدان، لم يأخذوه نتيجة قوة، نأخذوه نتيجة إن معاش فيه ذخيرة نهائيا عند التوار، انتهوا من الذخيرة، معاش عنده ذخيرة نهائيا بكل. فقعدوا محتمين خلف المسجد وقعدوا وهم فيه عمارة الشنوق من التالي، فندق الشنوق من التالي، فقعدوا لابدين غادي لكون أن فيه رماية عليهم قوية ومعاش فيه ذخيرة. يا جماعة عند الذخيرة من كذا
تمت الذخيرة ولا غالب انسحبت بعض الجماعة. في واحد من ورشفانة الأمانة طاح، آخر واحد طاح هنا في الميدان، فحاول الجماعة أن هم يعني ينقذوه يطلعوه من الوفاة ويجبدوا متاعه. فجوا جماعة الكتائب بالسيارة متاعهم بقوة الرماية السيارة خدوه رفعوه، تو انفاجوا أن نلقوه أن هو في الخمس ومطلعين الصورة متاعه، وأن هذا النيتو اقصف، وهذا أحد جماعة الليبيين وجماعة القذافي، وأن هو مات في الخمس وقصفه النيتو، هو ميتنا عندنا في الميدان في اسمه في الزاوية. يعني بعض التفبركات الإعلامية يفبركوا في الأمور الإعلامية لصالحهم هم، كيف يجبدوا الموضوع لصالحهم، واو احنا ناس باهيين، واو احنا ناس ندير واحد. لكن الحمد لله ربي فضحهم انتصرنا، يعني نكون شكون زمان كان يتوقع ان احنا ننتصروا، حتى واحد في الالف ممكن ما عندناش، لكن عزيمتنا وتوكلنا على الله وان الحق دائما هو حيعلى ولا يعلى عليه. الحمد لله بفضل الشباب وفضل تريس وفضل شهدائنا بارك الله فيه، ربي ان شاء الله يتقبلهم برحمته. وايضا هنيا رساله تحيه لشكر لام الشهداء اللي دفعت بولدها وباثنين وبثلاثه وتزغرت في الوفاه متاعها، وتفتخر تقول انا ولدي شهيد، انا ولدي لو كان كل واحد جبد ولده عنده وقال لي كذا، زي ما قال لي الاخ اللي قال لي، قال لي الوطن اغلى من الاحفاد واغلى من الابن واغلى كل شيء هو الوطن. بارك الله فيك.